نعم. فين الست هاني؟ فين شهيرة؟ انت ايه وعاوز ايه؟ ايه قلة الذوق دي؟ حد يجي في وقت زي ده؟ عايز اقولك انك انسانة ما عندكيش اخلاق ولا ضمير. ايه ده؟ امشي اطلع بره، انا اجيب لك البوليس. بوليس؟ انت جايبتني عشان تشتمني؟ اشتمك واضربك ولا تبردش ناري؟ هو اللي عملتيه ده شوية؟ الراجل طول عمره كافي خيره شره، عمره ما عرف واحدة ست، عرفتيه ضيعتيه. كلمة واحدة، بتحبيه ولا لا؟ هو مين يا بني آدم؟ نوح، عايز أعرف، أنت بتحبيه ولا لا؟ طبعًا بحبه. يعني موافقة تتجوزيه؟ أتجوزه؟ أتجوزه إزاي؟ طبعًا لا. أمال عايزة تعيشي معاه كده؟ من غير جواز؟ اسمعي، إذا كنت أنت ملعب فهو لا، نوح مش بتاع كده، لازم جواز. أنت بتخرف تقول إيه يا راجل أنت؟ الراجل ضاع مستقبله وقدم استقالته عشان يفضل جنبك، وانا ما رضيتش اقدمها. ايه؟ نوح يعمل كده ليه؟ يعني بتحبيها اهو. استاذ نوح، كل حاجة في حياتي. أنا ما أقدرش أعيش وأنت مش جنبي. اللي أنت سمعته بيني وبين منير في الاستوديو كان مشهد الجواز اللي بنمثله في الفيلم. هو كان تمثيل؟ طبعاً كان تمثيل. انما انا مبسوطة قوي من اللي حصل ده، ما كنتش هتصور انك بتحبيني للدرجة دي. شهيرة ارجوك بلاش. لا، مفيش واحدة ست في الدنيا تستاهل انك تضحي بنفسك علشانها. لازم ترجع شغلك، اوعدني يا نوح. فين منير؟ ألاقي فين منير دلوقتي؟ عاوزه ليه؟ أصله هيناسبني، هبقى حماها يا شهير.